السلام عليكم، زول بونجور بونسوار. دونك نديرو تعقيب ونزيدو نرجعو أسئلة الأسئلة هذوك نجاوبو عليهم. دونك باش نبدأ، مثلا الأخ ترافادور، ترافادور انت سألت مثلا على الأمازيغية في الجواز ولات تولي عالمية، وعلاه ما ولاتش عالمية؟ اوكي، دونك انت تشوف بالفايدة، الفايدة على الناس مثلا راهي تجري باش تحط الأمازيغية هذه في الأوراق الرسمية. أوكي، باسكو هناك اختلاف، هناك اختلاف بين تقرأ الأمازيغية كلغة وحدها ولا تقرأ المنظومة التربوية كامل بالأمازيغية. على أنا مثلا، ياك أنا قبايلي، أوكي، ما مسي تكون مثلا بروموفوار وتطوير هذه اللغة هذه، أوكي، لازم، ولكن نديروا لها حدود، أوكي، باش هذه اللغة تتطور، أوكي، باش تتطور باش تولي عالمية كما قلت أنت. لو فات أنت تحطها في الباسبور ولا تحطها في لاكارت ايدونتيتي، أوكي، تقعد أفي، تقعد لسنين هكذا. دونك الاختلاف، انتوما واش راكم ديروا الاختلاف؟ سكو هناك اناس عم يستعملوا اللغه هذه ستون كارد ضد الحكومه، اوكي، اولا تنحيلوا هذاك الفونت كوميرس، اوكي، لان هذاك السيد اللي راح يجري على الهويه ايتو، كي تنحيلوا هذيك الحاجه ما يجريش، ما عندوش باش يجري، ما عندوش باش يروح بارتو الموند، يروح يبكيتو، هذا يعني اشياء ستابارتيان با، هذه اشياء ليا ولينا قاع، الهويه تاعنا صافي. دير كي تنحيها له الدوله، الدوله تولي يولي شيء في يد الدوله، اوكي. هذوك الناس اللي يجريو ويتو عندهم لي بارتي لي زاسوسياسيون يموتوا، لان ما عندهمش اي حاجه، ما عندهمش اي بروجي يقدموه للشعب. دونك كي تنحي له هذيك الامازيغيه، اوكي، وتحطها في الاوراق هكذا، سي اون بروتيكسيون للامازيغيه هذيك، ومام تو تنحيها للسيد هذاك اللي راه يجري، اوكي. دونك هذا اولا. ثانيا اللغه، قال لك واحد الانسان واحد اخر قال لك المنهاج، لماذا لم تتطور، الأمازيغية مثل اللغة العربية؟ هو الاستعمال، أوكي. كي تحط مثلا لي موايان، كي تحط لي موايان اللغة هذيك تتطور، الاستعمال تاعها على التلفزيون. حنا رانا كيما نقولوا في المربع الأول، المربع الأول هناك قناة، هناك قناة قبائلية، هناك تطوير الثقافة إيتو. بصح الناس الان، الناس الان باش يولي هاد الهويه والامازيغيه ستان اوبجي كوميرس بهم، لازم تتصادم مع اللغه العربيه، لازم تتصادم. انت مثلا كي يكون انت راسك خشين، اوكي، تتصادم مع الحكومه، تتصادم مع الدوله تاعك. هناك اناس ثانيين يجيو، اوكي، باسكو انت كي تتصادم هذاك العربي في مخو باللي بغيت تمحي العربيه وتحط الأمازيغية هكذا في مخه، واش يدير هو؟ يدير ردة الفعل، أوكي، هناك أكسيون إي رياكسيون. بصح الناس، الناس اللي تكون أذكياء، هاد اللغتين العربية والأمازيغية لازم يروحوا أونسومبل، أوكي، أونسومبل، لأن التعصبات هذه يقتلوا في زوج. دونك العرب اللي كرهوا القبائلية مثلا، اوكي، يوليو يبونسيو الى لغه واحده اخرى، اوكي، لان العربيه او فيها تصادم، وهو العربي القبيليه بغى ينحيها لانها راه تصادم القبيليه، يروح يختار منهج واحد اخر، اوكي، يروح مثلا لونجلي. القبايلي كيف كيف يقول كان نكره العربيه لانه راه تصادم مع اللغه تاعي، صافي جوفي شوازير الفرنسي. دونك انتوما تبوسيو الناس يختاروا
لغة ثالثة ما عدا التي هي في البلد، لأن هناك تصادمات. قول له مثلا أنا نروح نقرا العربية، يشوفوني أترافير صاحب الدشرة تاعي، صافي نخير الفرنسي. هذاك العربي يقول له أنا ما نقدرش نتعلم القبائلية باسكو راهي ضد العربية ايتو، صافي تو فا شوازير لونجلي. أوكي صافي، التصادمات هذه بين العربية والأمازيغية ليس في صالح أحد. أوكي صافي، تروح تتعلم لغة أخرى، لازم تتعلم لغة أخرى، ولكن ما تتعلمش اللغة الأخرى كردة فعل للخصام اللي راك مع العربية ولا راك مع القبائلية. لا، الناس أنا مادا بيا يتفتح الجزائري على كل اللغات، على كل اللغات. كي تنحي هذاك التصادم اللغة العربية واللغة القبائلية يروحوا أونسومبل، وأنت تتعلم الفرنسي والأونجلي حبا في اللغة ليس زكارة في اللغة الأخرى. دونك تلقى أناس ما يروحش يقرأ العربية في بلاد القبائل زكارة، لأنها راح تتصادم مع الهوية تاعو، والعربي كيف كيف. أوكي دونك انتوما واش راكم ديروا؟ واش راكم ديروا؟ راكم اللغات في زوج تاعكم يوليو ما يسواش، يروحوا خلاص يموتوا. دونك انتيا مثلا واحد زاد وليدو في فرنسا ولا في كندا ولا في اي مكان، يقول له العربيه والقبائليه راهي تتصادم، انا نحط ولادي يتعلموا لغه اجنبيه خير عليهم. صافي بدات كما نقول لا كوميونيتي سوا الجيريان سوا بربر ولا عرب راهي تنقص. صافي دير واش راه هذا بين الدشرتين ولا بين اللغتين في الجزائر، راهي تبوسي الناس تخمم عالميا تتعلم لغات اخرى. صافي تخلي لك هذه العربيه، تخلي لك القبائليه، صافي حتى واحد ما يربح. مي كي يروحوا اونسومبل، صافي عندك العربيه والقبائليه، ومن بعد ولادك يعلموا هذوك الزوج، لان ما كاش تصادم، وانت كأب ما يكونش اي مشكله عندك، وسيدي تعلم الفرنسي والانجلي. دونك المنهاج انت مثلا اللي قلتي باللي القبائليه ما وصلتش ولا الامازيغيه ما وصلتش الى حد معين، اوكي، باسكو الاستعمال تاعها اوكي كان هي استعمال لغوي فقط الكلام. دونك انت الا ما عطيتش الادوات، الا ما عطيتش الادوات للمثقفين والناس تاع الدومين باش يلونسيو يديروا مثلا الالفابيت تاعها، القواعد تاعها، والصرف تاعها، ايتو سا دوموند دي طون. اوكي سا دوموند دي طون. دونك ليتيليزاسيون العربية ولات إلى هذا المنصب لأن ليتيليزاسيون، وثاني كاين لا ريليجيون اللي حمات هذه اللغة. لو كان ما كاش لا ريليجيون اللي مشات بالعربية، العربية تكون هي من اللغات الميتة. اوكي ممسي الاستعمال. انتوما تقول لي كيفاه مثلا في لي ناسيونز زوني كاين العربية، اوكي كاين العربية لأن هناك بلدان يتكلمون العربية هذه. وثانيا هذا بين قوسين بدون يعني خدش عواطف الناس، اوكي، الاستخبارات الأمريكية والجيش تو على بالكم واش يقولوا للعربية؟ هي لغة الإرهاب. كي يتعلم العربية باش يقاوم الإرهاب، عم بالهم باللي الإرهاب جاء من الإسلام، هما الإرهاب الأول جاء من البلدان هذه المتقدمة. صافي دير أم يحطوا دراهم، أم يبعثوا أناس، أم يحلوا جامعات في أمريكا باش يتعلموا العربية، ليس حبا في العربية، أوكي، لأنها وسيلة يستعملها أناس. دونك هما في بالهم عندهم نظرة سيئة على المسلم. صافي دير المسلم يوتيليزي لغة معينة، صافي جو في انفيستير نصرف دراهم، نحل جامعات ونبعث جواسيس ونبعث دي زيتيديون طلاب يقراو في الجامعات العربية، هما أمريكان بصح يقراو في الجامعات العربية. فهمتوا؟ دونك اليوم تفتح هذا العالمي على اللغات، تفتح العالمي على اللغات دي فوا ليس حبا في اللغات هذو، لأن هناك يعني مشكلة في المستقبل. اوكي دونك الناس هذه راهي تيوتيليزي. دونك انت تقولي لي مثلا القبائليه ولا الامازيغيه،
في البنتاغون، في البنتاغون الامريكي، عم يتعلموا الامازيغيه، يتعلموا اللهجات اليوم. علاه؟ لان غدوه في مجال الاستخبارات باش تقدم انت معلومات، باش تقدم معلومات، على بالهم باللي العربيه كاع الناس تعرف العربيه، صافي الجواسيس هذاك وتصنطيتو، دونك او عندهم العربيه. دونك انت مثلا الا بغيت تبعث ميساج، اوكي، مثلا الدوله الجزائريه راهي في حرب، تو راهي تتصل باللاسلكي ولا، بصح راهي تستعمل التركيه، اوكي، صافي. هذا في مجال الاستخبارات راك ضد الدوله اللي راهي عندها لي ساتيليت والتصنط. دونك واش راهي دير؟ راهي تحط دراهم باش الناس تتعلم هذه اللغه، وتجيب مثلا الناس تاع الشوية تاع تواركيتو باش يقريو، باش يقريو، وثانيا يخدموا في المجال هذا. دونك مثلا كاين المعهد اسمه ديالاي، ديفنس لانجويج انستيتيوت، يعني المعهد اللغات، معهد اللغات لوزارة الدفاع الأمريكية، راح تقري كاع اللغات ثم. اوكي، دونك وانا عندي دبلوم من هذيك المدرسة. دونك باش تشوف اليوم باللي هما راهم يقراو كاع اللغات، يقراو كاع اللغات، باش تشوف نتايا اليوم لوتيليزاسيون كي بدات. حنايا كي بدات اللهجات هذه تخرج باش تولي لغات والاستعمال ايتو، مثلا الجيش الجزائري النص تاعهم شاوية هكذا، دونك هو كي يعطي مثلا يعطي كوموند، دي فوا يعطيها بالعربية، دي فوا يعطيها بالشاوية. دونك المخابرات الفرنسية، المخابرات الأمريكية، لازم تتفهم هذا لا كوميونيكاسيون. دونك وزيد بزيادة الأمريكا كي راحت مثلا لفيتنام، كي راحت لفيتنام، دونك التصنت تاعها والاتصالات بين راديو وراديو واحد اخرى لاسلكي كانت تستعمل الهنود الحمر. هو واحد يهضر للهندي هذاك بالانجلي، هذاك الهندي يهضر الى هندي واحد اخر ليزانديا باللغه تاعهم، باللهجه تاعهم. على هذا لي ميساج في الفيتنام حتى واحد ما عرفهم، لان استعملوا طريقه ذكيه في الفيتنام. دونك اليوم في مجال الاستخبارات تلقى باللي استعمال اللغات هذا ليس حبا فيك كشعب، نو. كي تلقى العربية مثلا اليوم في مناصب عليا، ولا تلقى معاهد كبيرة في أمريكا راهي تقرأ الأمازيغية، تو ماشي باسكو يحبوك. تشوف نتايا واحد مثلا في فيسبوك يعطيني ميساج هكذا بالبيكتشر تو، يقول لك مثلا فيسبوك اليوم او يستعمل اللغه التيفينا، ومن بعد تشوف كاع الناس تصفق مثلا. جيد، لان هذه اللغه بدات تدخل الى مجال التعليم العالي، الاعلام الالي. دونك الانسان هذا اللي دار السوفتوير باش بور ديتيكتي سميتو اللغه هذه، اوكي، باش تكتب ومن بعد تفهم، لان هناك لي فيلتر. انت مثلا تكتب ميساج تقول له الواحد حط البومبه هذيك في بلاصه الفلانيه، تحطها له بالتيفينا. دونك السوفت وير هذاك واللي فيلتر هذوك يجبدوا مثلا هكذا، مثلا كي يكون في التكست تيروريزم بومبا الاكسبلوزيون ايتو، يجبد هذاك الميساج كومبلي. كي يلقى مثلا شي دي فيلتر يجبدوا مثلا ان تكست، الى ما كاين هذوك الكلمات هذا المخيفه، اوكي، صافي يجبد كاع التكست هذاك. الى التكست هذاك مكتوب بالتيفينا لازم يفهمه. دونك هما دخلوا في دراسه التيفينا، اي لغه ماشي غير التيفينا، لان علاه؟ سي لا نيسيسيتي. رانا في واحد الزمان دونك الاستخبارات والمعلومات تو، دونك لازم يفهم واش راك تكتب نتايا. ماشي فقط حلك منصة باش تساعدك نتايا ك
قبائلي ولا شاوي تكتب مثلا بالتفينة وانت تفرحيته، بصح كاين شي خلف الستار على مثلا هذو المنصات، هذو المنصات يديروا في هذا الشيء. هذا هناك مشاكل اخرى. دونك مثلا القبائلية راهي تكتب بالعربية بالتيفينا وباللاتينية، اوكي صافي. كاين شي اناس يكتبوا مثلا كلام هو يقصد بالقبائلية، بصح تشوف لا ليتر هذيك لالفابيتو هو بالقبائلية اللي يكتب، بصح لالفابي فرونسيز هذه لاتين. دونك الانسان تاع فيسبوك لازم يفهم الميساج هذا واش يقول. اسكو ميساج تاع الكره، اسكو ميساج تاع تيروريزم، اسكو ميساج تاع اي حاجه. دونك لازم تفهموا باللي لا تكنولوجيا هذه تاع العالميه كي راهي يعني السانتيريس على الدومين هذا تاع اللغات، ليس حبا فينا، عندها شيء خلف السيطرة. دائما لازم تخمم باللي هناك شيء جيد وهناك شيء سلبي. دونك مايكروسوفت مثلا اللي يدخل مثلا اليوم كي تكتب نتايا تكتب هكذا بالكيبورد هذا العربي ولا الفرنسي، هو يكتب بالامازيغي. دونك هو ويخمم على فتح مجال لنشر البرودوي تاعو. دونك انت كي دير كيما نقول عندك لونجلي، عندك الفرنسي، عندك كاع اللغات، كي تكون لغه جديده وعلى بالك باللي كاين 50 مليون اللي يتكلموا هذيك اللغه، ماذا بك تكري سوفتوير ولا مثلا كمبيوتر ولا اي شيء يتكلم لهذوك الناس يستعملوه. اوكي اي لك وين الانسان يفكر استعمال اللغه. اللغه تتقدم حسب لا نيسيسيتي والاحتياج وحسب لوتيليزاسيون اي ليك. اوكي وحنا رانا داخلين في هذا المجال هذا. اوكي الى ما نقعدوش نتخاصموا بيناتنا، هذا قبيلي هذا عربي، نافونسيو باللغات هذو. اوكي استناكي اللي عندنا، حنا عندنا يا القبيلية يا المزابية يا التركية يا الشاوية يا الشنوية يا الشلحية. اوكي هذو قاع ستيرلاكي اللي عندنا حنايا. اوكي هذه ثقافه لازم نفتخروا كي عندنا قاع الثقافات هذو، واللي الروب والقسنطينيه ولا الوهرانيه ايتو. ما نجمش واحد يقول غير انا اللي كاين والاخرين ما كاش. انت اللي سالتني تقول ما ثقافه قبائليه، وشنو ثقافه قبائليه؟ نو ثقافه عريقه. اوكي ثقافه عريقه ثقافه القبائل. انا كي نهضر لك ما نتخاصمش معاك. اوكي كي سبيت واحد تفتخر بلا روب تاعك ولا كولتور تاعك. الانسان الثاني عنده ثقافه، لو مود في تاعو كوتيديان داخله في الثقافه تاعو، الماكله تاعو، لا روب تاعو، طريقه الكلام، طريقه المشي، طريقه الغناء، لا بوتري، وهذو كاع الارتيزانا هذه داخله في الثقافه تاعو. ما تستغربش. اوكي اليوم سان في بليزير كي تروح مثلا اي بلاصه تشوف كلش. تروح للقبائل تلقى الكراكو، تروح للقسنطينه تلقى لاروب كابيل، تروح للوهران تلقى القفطان هذا تاع السونطريتو. هذه هي امتزاج هذه الثقافه هذه. ما نجمش حنايا نقول غير انايا اللي كاين والاخرين كاع ما كاش. هذه ستون كولتور. وكاين مثلا الناس راهي تجتهد، لاروب كابيل كي كانت كي ولات اليوم، الناس راهي تجتهد، راهي تجيب لي موتيف من ليترونجي، راهي تجيب مثلا لي موديل من ليترونجي. دونك هذا اجتهاد كيف كيما لي روب الاخرين. دونك انت كي سالتني قلت لي القسنطينيه والقبائليه، نو كل واحد بالثقافه تاعو. انا ما نفرضش الثقافه تاعي عليك وانت ما تفرضش الثقافه تاعك عليا. دونك كي يكونوا هادو كاع تروح انت للمارشي تلقى كلش موجود، ارفض، لانك هذه الثقافه هذا تنتمي اليها بغيت ولا كرهت، بغيت ولا كرهت. اوكي الان مثلا وحده قبائليه كي تزوج مثلا تجيب من كل المناطق تجيب اللبسه. اوكي خلاص دخلت هذه وسيت شوز باش نعلموا للناس
بلي التصادم هذا ما يدي لحتى بلاصه، اوكي ما يدي لحتى بلاصه. دونك حنايا بروموفوار هذه اللغه هذه، اوكي هناك ادوات لازم تحطها انتايا للانسان هذاك، هذاك اللي دوموندي عنده مده، عنده مده. ما راش مثلا الواحد اللي بغى يتعلم اللغه هذه، اللغه هذه كي نقول يتعلم، لان حنا كاع نهضروا القبايليه، يما كي تولد 4 سنين تبدا تقول لك سميتو تفهم اللغه، اوكي تتعلم وتقول قاول 4 سنين مثلا 2 زون 3 زون 4 زون تبدا تبرونونسي اشياء. دونك ما تقوليش اليوم مثلا واحد تروح تقول له الاستفتاء اسكو انت قبايلي ولا ماشي قبايلي، هذه مفروع منه، اوكي مفروع منه. هذوك الناس تاع ختال وهذاك اللي داروا مثلا داروا في البلاطو هم يحضروا على اشياء ما يفهموش، اوكي ما فهموهاش ميم با، اوكي لان هناك استوار دخول اللغات هذه الى الجزائر، دخول الديانات الى الجزائر، هذا اشياء صرا في الاستوار وحنايا نتقبلوها اخويا، نتقبلوه. دونك اذا نوليو للتعصب هذا، ولا تقول لواحد انت جيت من الشام لازم تولي خلاص، واش جا من الشام راح في الجيري، نتقبلوه. دونك حنايا واش نديرو، اون فا بروموفوار واش كاين اليوم، اوكي اللغه تاعنا كي عاشت اكثر من 6000 سنه ولا 5000 سنه، اوكي كانت قبل العربيه، مي ستون لونغ بارلي، ستون لونغ بارلي، هذا يعلم لهذا مام لي بوام ولي شونسون ايتو العجايز ايتو يتعلموهم، بس ما راهمش مكتوبين، ما راهمش مكتوبين. دونك قعدت هذه لمده طويله هكذا، ما تقولش انت اليوم في 2020 انتزت البارح، اوكي ما على بالكش واش صرا 10 سنين من قبل، وانت تجيب مثلا تفرض روحك وتقول انايا هذه اللغه هذا نو. واش انا كقبائلي مثلا ما نحبش في الناس هذو اللي يستعملوا اللغه، ولادهم راهم يقراو في لا سوربون بلونجلي والفرنسي، هو يدير مثلا دي كونفيرونس اون فرونسي باش يهضر الى العجائز اللي راهم في الدشرة. ومن بعد واش نلقى نايا في الريغلومون تاعهم ايتو لي بوين هذوك البنود هذوك، تلقى مثلا بغى يرجع كل المدارس في القبائل يدرسوا بالقبيليه، وزيد يدرسوا لا سيونس، يدرسوا لي مات، يدرسوا كلش بالقبيليه. دونك انايا كي نشوفو هكذا نشوفو منافق، اوكي انت قريت عندك ماستر اون بوليتيك، هو دراري الاخرين بغى، لان سي تان شوك كي انت كي تلونسي مثلا لي مات بالقبيليه، سي تان شوف القفزه هذيك. بصح باش تروح تقرا القبيليه والامازيغيه هذا شيء واحد اخر، اوكي دونك انه هما دابور لازم تقرا الامازيغيه، وهذوك لازم يوليو دي زونسينيون، لازم انت تعرف مثلا دير كتابات ايتو، كاين خدمه ماشي فقط اليوم دير لا روبتور مع العربيه ومن بعد تقفز كاع كلشي يولي بالقبايليه، لا سيونس لي مات فيزيك ايتو، وهو وليدو او يطرطق اللغات في العالم. ما من الاسلامويين هذو اللي قالك مثلا اللي يهضر بالفرنسي نخطيوه، اوكي سيون يديروا له مثلا لي بروسي، هو ولادو هم في كندا يقراو الفرنسي لونيفرسيتي فرونسيز في كيباك، ولادو هم يقراو في ليترونجي، هو او يخرط عليكم بالاسلام ويقول لك لا لا العربيه الدين، لا لا لازم نولي ونديرو حدود. اي واحد هو كي يقول مثلا يجب تجريم الفرنسيه نحيلو السياسه تاعو كاع، نحيلو البارتي تاعو كاع، ما تقدرش تجرم واحد او يتعلم شيء جديد، اوكي. الصحابه كانوا يبعثوا اناس الى الصين الى باش يتعلموا لغات اخرى،
انت اليوم بغيت انت باش تطغي، باش تكون مثلا منهاج تحبك الدولة ولا؟ انا قلت لكم الناس هذو اللي راهم يستعملوا الكوميرس في الدين وفي اللغات، هذو اللي لازم نحيو ونديروا مثلا نديروا شروط. هاي اللي كيفاه دير مام الولد هذا كي يروح يقرا، اوكي، كي يروح يقرا يولي يحب هذيك الحاجه اللي كيقراها، ماشي تفورسيها له بعد يولي يكرهها، وانت تربي اجيال فاشله، اوكي، كي تقرا حاجه ما تبغيهاش. دونك انت واش راك دير؟ راك لا بيرت تو. دونك يا اختي الكريمه، استعمال اللغه هذا والمنهج باش تولي الى منصب العربيه، لازم نقدموا لها الادوات اللازمه ونحيوها. لازم هذه ك كما نقولوا شيء ينتمي اليه كل الجزائريين، لازم نحيوه من لي زاسوسياسيون، من لي بارتي بوليتيك، وهذوك الناس اللي يتاجروا به نحيه. دونك الدوله كي يولي حاجه تنحيه من الشعب، يولي كدوله خلاص حتى واحد ما يقدر يتاجر به. شفتي لا ديفيرونس؟ كي الدوله مثلا غلقت الابواب، دونك تلقى اناس هيا نتاجر بهذا الشيء، لان الدوله خلاته اكوتي. هذا البروبلم، اي حاجه الدوله تخليها تلقى اناس يتاجروا بهذاك الشيء. اوكي، كاين اشياء اخرى يجيو الى الجزائر في المستقبل، لان الدوله غلقت التفكير في هذا الشيء. دونك تلقى اناس في الشارع في هذا الحراك هذا اللي راكم تقولوا، يخرجوا يقول لك انايا مثلا بغيت هذا الشيء، لان راه يشوفوه في الاطرونجي، يشوفوه في الانترنت. دونك الدوله لازم تكون ذكيه كي تنحي حاجه من المجموعه الصغيره هذيك، تنحيه يولي شيء مقدس، شيء تاع الدوله. هذوك خلاص ما يديروا والو. شوفوا اليوم عندك ربعه تاع الاحزاب اللي تجيو على الثقافه، كي ولات الامازيغيه رسميه ووطنيه وعندها التلفازه وعندها جرائد، الناس ما تحشمش تولي مثلا رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس اخر، وتلقى هذوك لي زونفو هذوك يلبسوا لباس تقليدي جزائري. رانا ولينا باللي نتفهموا هذا الاوضاع هذا، اوكي، ما نجمش يكون ان طابو، لان بغينا نحيوه من المجموعات اللي تسايس هذه الاشياء هكذا. على هذا ما تقدمش البرنامج هذا والامازيغيتو، على ما تقدمش، لان متعصبين حكموا هذا في يدهم. واش يديروا؟ يتخاصموا مع الدوله. واش داروا له؟ داروا له صيغه اخرى للهويه، مثلا هذاك اللي يجري على الهويه عنده اتصال مع الشيوعي، عنده اتصال مع الديمقراطي، عنده اتصال مع اللايكي هكذا. دخل الازمه هذه تاع الهويه، دخلها في مكان غير مناسب. الله غالب، الناس هادو اللي متعصبين سياسه شيوع لايكيتو، هما تلاقاو مع اناس تاع الهويه، داروا دي جروب، داروا دي كونفيرونسيتو. دونك الاسلامي واش يشوفك؟ يشوفك باللي ستون موناس ليه. دونك نتايا ستون موناس لانك شيوعي، ستون موناس لانك لايكي علماني ومن بعد فرنكوفوني، يشوفك هكذا. صافي، انت ديت الامازيغيه، ديتها مع هذا العناصر، ديتها مع هذو العناصر. صافي، هو في باله وين تكون الامازيغيه تكون الفرنسي، وين تكون الفرنسي تكون اللايكيه الديمقراطيته. هو ما يحبش هكذا. لازم تنحي هذيك الهويه وهذيك اللغه من هذوك الناس هكذا. ما لازمش يكون تصادم باللي انت تخاف. الا كان مثلا تعطيها الادوات للامازيغيه هذه باش تطلع، اوكي، صافا، تكري مثلا جو من السلام مع اخوك، يعني عربي مع اخوه الاسلام الامازيغي في البلاد، تولي ما كاش تصادمات، لان هذاك القبائلي وصل للرغبه تاعو، الامازيغيه تاعو وصلت عندك دراساتو. البروبليم سيكو الناس اللي راهم يجريو على القبائليه سيتي زينيورون، ما يعرفوش،
يجري على القبيلية هو ما يعرفش التيفينا، يقول لك تمازيغ إلى كون الأمازيغ في المدرسة، هو ديجا خرج من المدرسة حوزوه. دونك كيف انت يا كي تلقى الناس فاشلين يجريو بهذا الشيء، ما مسي انت مثلا تقدم له برنامج لتطوير الأمازيغية ما يفهموش هو، لأن راسه مغلوق مغلوق. تقول له مثلا اعطيني دي بروفيسور مختصين في الامازيغيه، داروا لهم هذا المجلس الاعلى للامازيغيه، هما اللي درسوا الموقف هذا، حنايا خاطينا. دونك كي تشوف انت دي زينيورو ام يهضروا، اوكي دي زينيورو ام يهضروا. في قضيه الهويه دي زينيورو حكموها، في قضيه الاسلام انت السياساويين حكموها. خلي الاسلام لأناس تاع الدومان، خلي الأمازيغية لأناس تاع الدومان. دونك كي دير هكذا هذوك الناس يوليو ما يسواوش، لأن يتاجروا بهذاك الشيء. دونك أنا كي قلت لك مثلا كي نديروه في جواز السفر وكي نديروه مثلا في لي دوكيمون، سي اون اكسيون كي فا فونير، سي اون اكسيون كي فا فونير. دونك اليوم كي تنحي هذيك الحاجة من كي تنحي هذيك الحاجة من الناس اللي راهم يتاجروا بها، يولي اونديكابي، اليوم ما يقدروا يدير والو هكذا. دونك هذا فيما يخص لي كاستيو هذه تاع الامازيغيه اللي راكم خايفين ولا، ما تخاف والو. اوكي، تطور الامازيغيه ليس له اي مشكل مع القبائل مع العربيه. اوكي، دونك لازم تفتحوا هذه الامور هذه، لان فيك لا تكنولوجي تو ليكساد نيسونس ما تكتبوش انت بيدك، موجود ديجا، موجود في الكمبيوتر في لي زارشيف. انت تحط النيميرو هذاك تاع الوليد تاعك، يروح للفيشي تاعك تمبريميه هذا مكان، ومن بعد انت تفا شوازي، انت يكون عندك لي فورمولير هذو مخدومين على لافونس. اوكي، هذاك تاع الفرنسي، هذاك تاع لونجلي، هذاك تاع مثلا العربية، وهذاك تاع الأمازيغية. يجي واحد مثلا يقول لك أنا بغيت إكسادنسونس بالأمازيغية، أوكي، حط هذيك الورقة تبرنتي نفس المعلومة تعطيه، ما كان له نولي. بصح لازم نعطيو لا شونس لهذاك لورديناتور، يحطو كاع لي زانفورماسيون فيه، يبرنتي يعني لامبرسيون بالتيفينا، ومن بعد كي تدي هذاك ليكسترا دي نيسونس لازم الانسان هذاك ولا السيرفيس هذاك اللي تديه ممكن يقراه. اوكي، ولا تدي مثلا عربيه فرنسي امازيغي تعطي له ثلاثه. اوكي، ما لازمش نكونوا متعصبين. اوكي، مثلا هذو الاسماء، هذو لوتيليزاسيون تاع الاسماء في ليتا سيفيل، لازم يكون ان اورغانيزم يجيب كاع الاسماء امازيغيتو ولا عربيتو، يحطهم ثم، يكون عندهم مثلا روجيستر سبيسيال بالاسماء كاع. الناس راهي تجيب اسماء غريبه، ومن بعد كي تكتب نتايا، اوكي، هذا كذا تاع لاميري، يقول لك انا ما نعرفوش هذا الاسم هذا، اسكو قبايلي ولا امازيغي ولا. لازم نحيو ثاني هذه. اوكي، هما واش يخمو، ما تعطيش اسم غريب لولادك. اوكي، والناس عندها اسماء واسماء واسماء. دونك لازم نربيو دابور، نربيو الشعب باش ياكسبتي اشياء. اوكي، دونك مثلا الاسماء، تحل الاسماء اي واحد يوتيليزي واش بغا، ما كاش لا كونديسيون هذه. اي واحد يقول لك سمي لوليدي بي، هذا ما كان اللي بغيتو نسميه بي. اوكي، كيما هنا في امريكا ما يقولكش شنو الاسم هذا وشنو هذا، دونك سمي ولادك. دونك هي ثقافه لازم نحلو ثاني. اوكي، نقطة استفهام، هذا سوجي واحد اخر. حروف تيفينا، دونك قلت لي على ليستوار تاعها، ان شاء الله انا اون فافير اون فيديو على حروف تيفينا ان شاء الله، باش نحلو هكذا اون بتيت بارونتيز. اوكي، مع السلامة، ندير نوت الفيديو صغيره.